طلب في امريكا ما عاش بدون في المدارس خير، قالوا في نمشي اي مدرسه كل مره يقول اعتداء على مدرسه، هو شخص واحد It's a person who committed shooting from one school to another and they couldn't apprehend him. سكرت الشارع نفس الشيء. امريكا هذا تو حصل، امريكا قبل الدرهم من هذا المجرم تاع واشنطن. لين اذا قاعد خلاص جندوا كل ما عندهم اللي لقوا شخص واحد بس ارهبهم. انتم حفنه على صابعة ترهب بنغازي. This is only very few who terrorized Benghazi. المظاهرات السلمية المشاكل فيها الفلوس وفيها القرارات وفيها we can resort to the people's committees. المشكلة الليبي عند الشعب عند المؤتمرات. They have the people's committee conferences. They have the money. We have to go there and resolve our differences there. مستحيل ما دام السلمية ماشي من شارع لشارع لشارع. أنا نفسي قدت مظاهرات سلمية كثيرة في العهد المباد، لكن لا حرقت لا كسرت لا شيء. I myself led peaceful demonstrations in the old regime, but I did not seek destruction or did destruction. نأيده في الثورة الجزائرية ضد تفجير القنابل في الجزائر. Again, we are against. I am against the bombing of the bomb causing explosions in Algeria. Peaceful demonstration is different. من تراب الوطن شيء آخر. And the undermining of the sovereignty is a different matter. The world must understand demonstration. Peaceful demonstration is different. في الدول اللي مضطرة للمظاهرات. الشعب الليبي غير مضطر للمظاهرات. مشاكلة الحل في السلطة الشعبية. Libyan people don't need to resort to demonstrations. They can go to the people's committee. اللي يجري الآن ومحاولة armed rebellion أو فصل البيضة أو فصل بنغازي. To disconnect درنا or بيضة or بنغازي is a different matter. We will not allow it. تمرد فرد في البرلمان بدون سلاح ضربه يلسن بالدبابات. وصفق له الغرب. Rebellion in the Russian parliament was dealt with by tanks. Clinton with the and the Davidian cults in Waco was dealt with by armed vehicles. التمرد المسلح في الفالوجة اعتبروه تمرد مع أن الفالوجة ما هي أمريكية عراقية. The Fallujah. The uprising in Fallujah. دكوها بالطيران. Was dealt with by air bombardment. مدافع الطيران. لأن فيها تمرد مسلح. Because there was an armed uprising. زي ما في الفرع الداوودي وفي البرلمان الدوما الروسي ضربوه بالدبابات. Even those unarmed incidents in Waco and Falco and Parliament was dealt with by force. وجبوا على المتاجر. يلسن نزل الجيش بالقوة مسحهم. لما تمردوا الطلاب في ميدان السماء في بكين في الصين. When the students took to the streets of Tiananmen Square, again, the tanks were sent to deal with them. مرحكة. والآن يفصل واحد مخبول. يفصل جزء من جزاه. It's not a joke. You know, they would rather do whatever it takes in order not to allow a part of the country be taken away. نفس طريقة الزرقاوي. المظاهرات السلمية شيء والتمرد المسلح وقطع أجزاء الدولة شيء آخر. المطالب الداخلية شيء والتآمر مع الخارج شيء آخر. Peaceful demonstration is something and talking to foreign country مجتمع مدني عادي جدا جدا شيء سلمي. To conspire against the country is a different matter. أما التآمر مع الخارج but conspiring with هذه الأشياء foreign هذا شيء آخر مختلف.
foreign government is a totally different issue. إحنا يا إخواننا نعرف بعضنا. We brothers know each other. الله كيف أنا بتصرف أمام شبان في 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 الزنتان مثلا تان مثلا وعيب تقول الزنتان خونة معقولة الزنتان أحفاد وأبناء أبطال وشهداء معركة الكردون الزنتان يداسوا بإقدامهم الحافية على العلم البريطاني على العلم البيطالي على العلم البيطالي تقولون those خونة. Who stepped on the Union Jack flag calling them traitors زي ما تمردوا في أي بقعة أخرى متمردين عليها لهم عيب تشوهوا الزنتان ويا زنتان عيب يشوهوكم عدوا لولادكم قبضوا عليهم بالواحد ربوهم نعلموهم نقروهم نشغلوهم يطلعوا أمن يطلعوا فنيين will rehabilitate them لكن teach them قال الشعب become technicians teachers زنتان هذه قال correspondent in زنتان said واحد زنتاني غلط فيها شاب من بن وليد فهو زعل وقال شعر ردوا عليه الزنتان تنطبق الحالة اللي بقول هذه البيات اللي تنطبق على الوضع اللي فيه تنطبق على الوضع اللي فيه أخوتي هذا الزنتان الآن قال غلطها غلطها شاب من الإعدادي لا يعرف التاريخ لا إنساني يعني قالوا له يا لا هيش لا هيش مقصودة ولا غلطة It's not meant to be. شباب من اللي يأكلوا في البناني الجيل الجديد اللي يأكل بالموز بالضبط الشباب اللي في في الزنتان هم من هذا النوع Youth of the, مش الزنتان شفتوا واحد بشنابه شفتوا واحد بعائلته واحد براتبه بوظيفته واحد عنده دكان واحد عنده مزرعة واحد عنده مقهى عنده مطعم عنده حيوانات مشترك في العملية هذه أبدا nobody of decent people of Zintan مشتركين مشترك فيها الشباب الصغار so اللي من البناني هذوم اللي خذوهم من هلهم ممتعين الهلوسة اللي جندوا الشبان هذوم ضحكوا عليهم هذا هم اللي قضوا عليهم وقدموهم للعدالة قدموهم للمحاكم أنا نمشي not the people who use these tablets حيها في الفاتح الفاتح وهي يقولوا الروس فدا اللي راسك أنا متأكد شباب الزنتان يستلموا يهتفوا شباب جدابي ما مشت جدابي مرة مجانين من الثورة يهتفوا الروس فدا اللي راسك جدابي ابناء the sons and grandsons of the معركة الكراهب battles for liberation الشهيرة. The guards, guardians of the our hero Omar al-Mukhtar. جذاب يحرسوه. They guard his grave. والله بيعطيه مفلوس. And his principles. لأنه عمر المختار. أنا لو نمشي تحرسني جذاب يا. Wherever we. And I'll find out. خلص إنتاني يجيب ولادهم والله لا. And I'll be able to convince them. This young people's revolution is our revolution. It's our people's revolution. These radio and televisions that have been abusing the events inside the Jamahiriya Libyan lands, like the American states or German states for that matter. We know the Zintan, that area, the sons of Isa, the Tarhun, Qasim, and other tribes. The Hajj Muhammad, the young, who the late Muhammad, had he
Had he been alive, these things would have happened. I would have called him and told him. Just a quick reminder for those of you who have tuned in recently. This is Muammar Gaddafi, the leader of Libya, speaking on Libyan television. We're not sure whether it's a live or recorded message, but it's the first time he has spoken to the Libyan people at length, and it has been at length. It's an hour now. We're going to go back to him and hear more of what he has to say and analyze and discuss it after he's finished. سوي العبيدات هون عرفوا في الطفر بالجنة ولا مسجون العبيدات سجون العبيدات ونهاجم ونقولوا تمنيتي في 2000 فوق جوايد عبيدات بوشولاق فيهم قايد ونسواني ظهرتي كيف بنقول ولا مس كانوا معي هنا ولا مس كانوا معي هنا وحط وفي الاذاعه قلت لهم حطوا شنو كان تقول هذا اللي انا اقصده بتشوني البنغازي البيضه والبيضه والعبدات القبه والبرقه هذه كلها لما جوني ولمس دو في الارض لاسبوع وات ديد ذي ساي وات هابند تو ذيم ذي شود كم اوت هذا وين راحوا يطلعوا ينفذوا كلامه ويحترموه توها انت من وين عيد غير عين مريم عيد مريم Or any other tribe, or Rifad, or Zain. We know each other. We see or everybody from one tribe or the other. Honestly. We have from Abu Awayna. Or Shilman or Shaib. Shilman, Shaib. We know each other. Who in the world would know each other like us? Leadership, people. We know each other very well. We kill each other.